يا اهلا بيكم مره ثانيه، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. وفي الجزئيه دي تحديدا من الحلقه بنقدم لحضراتكم دعوه عامه ومفتوحه، وتحديدا للي من حضراتكم عنده مشكله مع السمنه. في ناس كتير جدا بتعاني من السمنه وعندها مشكله وعندها حلم وامل ان هم نفسهم الود ودهم يخسوا، ولكن بطريقه صحيه وامنه ما يكونش ليها اي انعكاسات سلبيه لا صحيا ولا حتى نفسيا. ده اللي هنحاول على قد ما ربنا يقدرنا ان احنا نلمه في الفقره دي تحديدا، ونتكلم فيه مع ضيفتنا اللي منورانا الدكتوره ريهام العراقي، اخصائيه التغذيه العلاجيه. صباح الفل عليك يا دكتور، اهلا بيك. صباح الفل يا استاذ كريم، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طبعا اكيد انت بتسمعي وبتشوفي ناس كتير قوي بتشتكي من مساله السمنه. مظبوط. على كل الاصعده، اولا على الصعيد المظهر الخارجي، ودي حاجه بتضايق ناس كتير جدا. طبعا. ويمكن السيدات بصفه خاصه بيتضايقوا منها اكتر بكتير. مظبوط. من الرجاله. وثانيا لان كمان في كتير جدا من الاحيان السمنه دي بيبقى لها اضرار تانية خالص، صحي. حتى بتوصل للنفس في بعض الاحيان. بالزبط. فتعالي نبتدي بالسؤال ده، ازاي نخس بطريقه صحيه وامنه، وبعد كده بقى ندخل في بقيه التفاصيل. ماشي. انا بس عايزه اعرف الناس ايه الفرق بين ان انا يكون وزني زياده شويه او ان انا عندي دهون او ان انا ابقى مريض سمنه. حلو ده. وده بنعرفه من الان بادي بتاعنا او الجهاز بتاع قياسات الدهون والعضلات والميه اللي احنا بنعمله الاول. أوكي. بيطلع لنا حاجه كده اسمها كتله مؤشر الجسم اللي تمام. هي البادي ماس اندكس. دي لو انا مش عارف احسبها او مش عارف اعمل ان بادي، انا بشوف وزني قد ايه بالكيلوغرام بقسمه على مربع طولي بالمتر، بيطلع لي رقم ساعتها. أوكي. انا عندي سكيل، السكيل ده او زي معدل بالظبط كده، مقياس بالظبط. آه. انا ببتدي اشوف الرقم اللي طلع لي ده، لو تحت 15 يبقى انا عندي نحافه، لو من 15 لحد 20 او تقريبا شويه بيعدي ال 20 بشويه، يبقى انا كده الوزن بتاعي مظبوط جدا، ما عنديش اي مشاكل. أوكي. لما ببتدي اعدي من ال 25 لحد ال 30 انا كده اوفر ويت، اللي هو وزني زياده شويه او عندي دهون زياده شويه. تمام. لما ببتدي بقى اعدي 30 هنا لا، اخلي بالي بقى شويه ان انا ممكن اخش في مرحله سمنه مفرطه بقى. لا، المفرطه بتبقى من اول ال 40. أوكي. تمام. ده اللي هي بقى بتبتدي يبقى عندي ضغط وسكر وكوليسترول. وتقابلني طبعا. مشاكل صحيه كتير جدا. طبعا. لما المؤشر ده يبقى فوق ال 40. حاجه كمان برضو لازم اركز عليها هي نسبه الدهون في الجسم، لان انا ممكن شكل جسمي يكون مظبوط، ما عنديش اي مشاكل خالص مع شكل جسمي، بس اغلب الوزن ده هو دهون، فالدهون دي ممكن تتراكم على الاورجنز بتاعتي او الاحشاء بتاعتي وتعمل لي برضو فيما بعد مشاكل صحيه ليها علاقه بالضغط. حتى للقلب ممكن تسبب مشاكل. بالظبط كده. ما هو انا كوليسترول يتاثر، ضغط دم يتاثر، على اللونج رن بتبتدي تظهر لي المشاكل بتاعت القلب. فاحنا مثلا لو بنتكلم على الستات، فاحنا عندنا البرسنتج بتاعه الدهون الطبيعيه من 18 لحد 30%. أوكي. وبالنسبه للرجاله من 10 لحد 20. ودي برضو من الامور اللي بتبان في الان بادي لو عملنا. دي بتبان في الان بادي. اه. حلو. يعني هو بيعمل مره واحده بيبان له سكيل بتاع كتله مؤشر الجسم وكمان نسبه الدهون في الجسم. تمام. فانا لما ابتدي اشوف ان انا المؤشر بتاعي عالي، يبقى انا لازم اخد بالي، سواء ان انا لسه ما دخلتش في سمنه، ان انا حافظ على ده بشكل صحي عشان ما ادخلش ده، ولو انا عندي سمنه يبقى انا لازم اكنترول عشان ما ابتديش اقابل مشاكل صحيه كتير. حلو. ازاي بقى نعمل الكنترول ده بلا اضرار؟ طيب، اول حاجه لازم نعملها هو طبيعه الاكل بتاعي. يعني انا لازم اكل اكل نظيف. اكل نظيف يعني ما فيهوش دهون اللي هي مشبعه او مهدرجه، وما فيهوش مقليات، وفي نفس الوقت ما عنديش كميات سكر ودقيق ابيض كتير، لان هما دول اكتر حاجات الزياده بتاعتهم بتبتدي تعمل لي مشاكل في تخزين الدهون، بالذات الدهون بتاعت منطقه البطن اللي الناس دايما طول الوقت بتشتكي منها. هنا بقى بعد اذنك يا دكتور لازم نعمل وقفه ولو لثواني، لان احنا اكيد انت عدى عليك النموذج ده من حتى المترددين عليك او يعني بيتعاملوا معاكي في مساله التخسيس. انت عندك فئه من المواطنين الاكل بالنسبه لهم عباره عن طواجن ومحاشي طبعا. وصينيه مفتقه بالمش عارف ايه وبرام مش عارف ايه باللحمه المفروم. صح. الناس دي بتتعامل مع الاكل من منطلق ان هو من مباهج الحياه، متعه بتجد الدنيا. سعاده غير بالزبط. مش مساله بتسد جوع، لا بتجد لا. سعاده. طب الفئه دي من الناس واللي غالبيتهم طبعا بيعانوا من السمنه، صح، يتعاملوا ازاي مع المنطق ده ورؤيتهم لمساله الاكل؟ لازم ان هم يعرفوا ان احنا اولا
احنا بناكل عشان نعيش، احنا مش عايشين عشان ناكل. يعني لازم يفهموا اصلا ما الاكل اللي بياكلوه ده هو بيعمل ايه في جسمنا، ولازم يعرفوا اضرار الحاجات اللي هم بياكلوها دي، مش عشان شكل. لان خلي بالك يا استاذ كريم، في ناس كتير قوي الحرق عندها عالي جدا، يعني أيوة. في ناس ممكن تكون على فترات ومدى بعيد بتاكل وجبات سريعه وبتاكل وجبات تقيله والاكلات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، وتلاقي ان هي جسمها ما بيتاثرش كشكل عشان الحرق عالي بالظبط، بس بيبتدي يظهر عليهم امراض كتير. فانا لازم اوعي الناس اصلا هي الحاجات دي هتعمل لي ايه مشاكل صحيه. أوكي. ان انا الاقي نفسي مناعتي عماله تضعف، ان انا الاقي نفسي عندي مشاكل في الجهاز الهضمي، ان انا الاقي نفسي جسمي حصل له ايرور مره واحده كده اللي هو مش مركز، بنسى كتير، مش قادره اقوم من السرير، عندي مشاكل في كل جسمي، ده بسبب الاكل. لانه في مقوله كده بتقول يو ار وات يو ايت، اللي هو انت ما تاكل بالظبط كده. يعني انا اي حاجه بدخلها جسمي لو هي حاجه كويسه انا هلاقي ان انا صحتي تمام ومودي تمام وكل حاجه مظبوطه في جسمي، لو الحاجه دي وحشه هلاقي ان انا مش قادر ان انا اروح شغلي مظبوط، مش قادر ان انا اتعامل كويس، جسمي كل شويه بيتعب. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا نخليهم يبقوا بياكلوا الاكل ده، انا ما منعهمش منه، بس هاي كنترول ساعتها الكميه. يعني انا هتحكم في الكميه وهتحكم في الفريكوينسي بتاع تكرار الاكل ده. ان انا مش هبقى كل يوم عمال باكل ده، لا ده انا ممكن مثلا مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، والاحسن ان انا ابتدي اخفف بقى. يعني لو بعمل مثلا بسمنه بحط 3 4 معالق، اخليهم معلقه معلقتين بالكتير. لازم يكون عندي ثقافه ان انا ما اتحرمش من الحاجه اللي انا نفسي فيها، بس في نفس الوقت اقلل الضرر بتاعها ده على قد ما اقدر. طب هل في شيء ما ممكن نعمله سواء يعني دواء او مكملات الى اخره، بحيث ان احنا نقدر ننفذ اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده ونخس بالفعل، بس من غير ما الوظائف الحيويه في الجسم تتاثر، من غير ما يعني انت عندك مثلا من ضمن المشاكل اللي في البعض من الناس اللي بيخسوا، وخصوصا لو كان الخسيه شديده وفي زمن قياسي، شعر بيقع. صح. يعني حضرتك ادرى مني بكتير بانعكاسات الموضوع. صح. ده على الجسم. مظبوط. نعمل ايه بقى في الحاله دي؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ الكورس اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده اللي هو احنا نستخدم منتج طبيعي ان هو يتحكم لي في الكميه بتاعه الاكل ويقلل لي من الشره ناحيه الاكل اللي هو بيستا، دي اول حاجه هنتكلم عنها. وده منتج طبيعي 100% لانه هو بيتكون من 3 حاجات. اول حاجه فيهم وهي المين بتاعنا بتاع البرودكت هو الالياف. الالياف دي بتدخل جوه المعده، بتمتص الميه اللي جوه المعده، وبتشغل حيز كبير. فانا الاقي نفسي ان انا مثلا لو قدامي وليمه والاكل اللي احنا قلناه ده ودي بس شبعان، مش قادر انا. أوكي. مبسوط وباكل، يعني انا ما اتحرمتش. أوكي. بس انا لما باجي اكل مش بقدر اكمل مثلا معلقتين 3، دي اول حاجه. ومنتج بتاع بيستا هو اول منتج في مصر في 3 انواع من الالياف اللي هم رده القمح وقشور السيليوم والشوفان. فدي بالك بتخش يعني اللي هو عارف اللي هو بيقف في زوري اللي هو مش قادر اكل حاجه بعد كده. وهو حاجه باودر بتدوب في ميه فطعمها حلو، فبرضه الناس اللي هو مش بحب اخد اقراص، طعم الحاجه مثلا بيبقى وحش، فهم مش هيقابلوا المشكله دي. تاني حاجه انا جنب ما انا عايز اسد الشهيه انا عايز برضه احرق شويه، لانه انا عايز نتائج اسرع شويه، بالذات الناس اللي عندها سمنه ان هي تبقى متحمسه ان هي تكمل على ده. فهو في حاجتين بيحرقوا، اول حاجه هو الكروميوم، وهو عنصر مهم جدا في تظبيط مستوى السكر في الدم وحرق النشويات. كمان الناس اللي عندها مقاومه انسولين هو بيظبط لها حساسيه الانسولين، فبيخلي النزول بتاعهم اسرع شويه من الطبيعي، لان هم الحرق بتاعهم بيبقى ابطا. أيوة. من الناس العاديه. والحاجه كمان اللي موجوده هو فيتامين سي. فيتامين سي طبعا عارفين اهميته للمناعه والبشره والشعر، بس هو كمان ريسنت ستاديز لقت ان هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او في حرق الدهون. بالظبط. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، بقلل كميه الاكل، مش محروم من حاجه، بسد الشهيه شويه وبقلل الكريفنجز. وكل دي منتجات طبيعيه واخده ترخيص ومصرح بيها من وزاره الصحه. طيب الوزن اللي بينزل بالتساوي من كل يعني اجزاء الجسد ولا لا دي على حسب
طبيعه جسم البني ادم نفسه، يعني مفيش منتج معين او في اكل معين او رياضه معينه يعني بالظبط تقدر ان هي التارجت دهون في منطقه معينه. الحاجات دي بقى اللي هي بيبقى ليها جراحه او بيبقى ليها جلسات او حقن زي ميزوثيرابي والحاجات دي، بس دي حاجات بتارجت منطقه معينه وبيبقى ليها افكت في وقت معين. لكن انا لو بتكلم في العموم ان انا ماشي حياتي كده، لا، المنتج ده مش هيقدر يتارجت لي حاجه معينه، بس هو هينزل لي الدهون من كل جسمي، فانا هبتدي اشوف بقى المنطقه اللي انا عارف ان هي فيها دهون زياده ابقى بصبر عليها شويه بكمل، لانه اهم حاجه برضو الاستمرار عشان انا اشوف نتيجه. جميل. طيب انا عايز استاذنك نروح ولو لثواني كده، لان في كيس لاميره كان عندها مشكله سابقه مع السمنه، وتعالي نشوف حصل معاها. يلا بينا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اميره ابو شوشه، سني 39 سنه، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن الثقيل من السمنه المفرطه، وكنت عندي بطوله وما كنتش عارفه انزل الوزن في وقت بسيط، فانا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه وما كانش عندي اي مشكله بطعمه ولا اي مشكله خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح وهايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطه لان بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطه جدا ان انا كسبت بطوله الجمهوريه بفضل بيستا، وانصح اي حد عنده سمنه على طول من غير ما يفكر هي بيستا. تجربة الأستاذة أميرة بتثبت الجزء اللي كنا بنتكلم فيه، فكرة ان هو بيبقى مالي المعدة، فبالتالي بيبقى عندك شعور دائم بالامتلاء. ايوه اوكي، دي حقيقة، دي اهم حاجة اصلا، لانه دايما الناس اللي بتيجي تبتدي دايت او هي بتبقى متعودة على كميات كبيرة بتحس ان الموضوع في الاول بيبقى ازمة بالنسبة لها، ان انا هتحرم من اكلات كتير، انا مش هعرف اكل الكميات اللي انا متعود عليها. في ناس برضو بتبقى عندها كونسبت كده عن الدايت اللي هو هيحط لي معلقتين وبتاع، فده بيخليهم ياخروا موضوع ان هم يلتزموا شويه. أيوة. بحياه صحيه. فانا لما اقول لك اهو في برودكت طبيعي امن حتى على الاطفال من اول 12 سنه، وكمان الناس الكبيره اللي عندها اي مشاكل صحيه حتى لو المشاكل دي مزمنه، هو مفيش يعني سكر، ضغط، كوليسترول، بالعكس هو بيحسن كمان منهم، لان انا عندي كروميوم، الكروميوم بيحسن لي من مستوى السكر، الالياف بتحسن لي من ضغط الدم والكوليسترول، فحتى لو انا عندي عرض معين هو هيفيدني برضو في ان هو يقلل لي المشكله دي. الحاجه الثانيه بقى اللي بتظهر اللي هو المضاعفات اللي بتبقى موجوده مع الناس اللي بتبقى مستمره لفتره طويله، ان هي بتاكل اكل غير صحي او ان هي بتعمل انظمه دايت قاسيه بتقلل السعرات شويه او بتحرم نفسها من عناصر معينه، ان احنا لازم يكون عندنا تعويض لنقص الفيتامينات والمعادن اللي بيحصل لي ده من المشاكل اللي انا بقابلها، سواء مشاكل السمنه او انظمه الدايت القاسيه. فعشان كده احنا عاملين الكورس مع بعض، ان انا باخد بيستا عشان اخس بشكل صحي، بس في نفس الوقت انا مش عايز الفيتامينز والمينرالز بتاعتي، فيتامينات والمعادن، تبتدي تتاثر، فباخد كمان الب مالتي فيت معاه، بحيث ان انا اكون معوض الفيتامينات دي اللي هي ليها دور في المناعه بتاعتي وفي الصحه بتاعتي وفي الباور، ان هي تديني طاقه، ان هي تخليني مركز ومصحصح اكتر. البنات اللي دايما بتشتكي ان هي في الدايت او لما بتاكل غلط شعرها بيقع كتير جدا، او بشرتها بتتاثر، ضوافرها طول الوقت بيتكسر، كل ده برضو مهم جدا ان انا اعوضه. عشان كده لازم اخد الب مالتي فيت مع بيستا، او حتى لو انا بعمل اي نظام غذائي. لكن مساله المالتي فيتامينز او تراكمات الفيتامينز في الجسم ما بينتجش عنها سمنه، ما انا عايزة. هي بس مجرد تعويض للي بنفقده واحنا في رحلتنا للخسيه. لا، نقص فيتامينات معينه ممكن ياثر لي على مستوى الحرق بتاعي فيخليني ما بخسش، اشهرهم مثلا فيتامين دي والمجموعه بتاعه بي كومبلكس، فيتامين بي كومبلكس، لو دول عندي خلل فيهم هلاقي ان انا الحرق بتاعي اقل من الطبيعي، فاحتماليه تخزيني للدهون هتبقى اكتر، بس مش هم اللي بيعملوا لي السمنه، السمنه بتيجي من تراكم الاكل اللي انا باكله. لكن انا لما يبقى عندي سمنه طبيعي ان انا هيبقى عندي نقص في العناصر والفيتامينات دي، وانا لما اكون بعمل دايت غلط طبيعي ان انا يبقى عندي النقص. يعني مرجعيه السمنه الوحيده فكره تراكم الاكل، ولا ممكن تكون في اسباب تانية؟ خلل ما في غده ما طبعًا. يعني مش بس اكل، صح كده؟ لا، بس العامل الرئيسي بتاعه هو ان احنا نكون بناكل اكل غير صحي بكميات كبيره، كل دي بتتراكم بالظبط، كل دي بتتراكم عندنا. يعني انا لما يكون عندي سمنه بيجي لي امراض،
مش عشان انا عندي امراض فبيجي لي سمنه. أيوه. العكس. اوكي تمام. فانا لما باخد المالتي فيتامينز دي والمينرالز دي والب مالتي فيت كمان التركيزات فيه عاليه وما فيش المشاكل بتاعه الفيتامينز اللي احنا بنقابلها اللي هو وجع لي بطني، حسيت بدوخه شويه، ده انا بقيت باكل اكتر بكتير او فتح لي شهيه، لان في ناس برضو بتقول انا عايزه فيتامين ما يتخنش. هو الفكره انه ما فيش فيتامين بيتخن اصلا. هو الفكره انه انا لما بيبقى عندي نقص عناصر معينه اشهرها الزنك والحديد وفيتامين دي، انا الشهيه اصلا بتاعتي بتبقى مقفوله. فانا لما باخد الجرعه دي وتبتدي يتظبط الليفل بتاعي فبحس ان انا الشهيه بتاعتي اتفتحت. بس مش المالتي فيتامين هو اللي بيتخني او هو اللي بيحسسني ان شهيتي اتفتحت، ده انا اصلا هي بتبقى مظبوطه. وحتى لو حسيت كده فبيستا موجود بيسد الشهيه معايا زي الفل. طيب بالمناسبه ايه تاني من الافكار والمعتقدات المغلوطه اللي انت تعرضت لها؟ ايه الكلام اللي انت سمعتيه وحسيتي انه لا ده الناس فاهمه غلط خالص؟ زي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها، حاجات تانية برضو شبهها الناس فاهماها غلط. كل حاجه في الاكل، كل حاجه في الاكل تقريبا الناس فاهمه غلط. يعني ناس مثلا تيجي تبتدي دايت تقول لك ايه ده انت كاتبه لي نشويات؟ لا مش النشويات بتتخن. ازاي ده انا لازم امنع نشويات خالص عشان اقدر احرق؟ ونفس الكلام بالنسبه للدهون، مع ان النشويات دي اصلا هي الغذاء بتاع جسمي. يعني انا جسمي بيجيب الطاقه بتاعته من السكر، بس انا عندي نشويات صحيه ونشويات غير صحيه. الغير صحيه زي الدهون الصحيه والدهون الضاره. بالظبط كده. الدهون الصحيه دي اصلا بتحرق معايا اكتر، لان هي بتحسن لي من حساسيه الانسولين وبتظبط لي مستوى السكر في الدم. فدي برضو حاجات هم فاهمين ان انا عشان اعمل دايت او عشان اخس لازم اكل بروتين بكمية كبيرة وكمية مفتوحة. أنا بسمع فيديوهات بتعدي قدامي كده من متخصصين يقول كل بروتين كمية مفتوحة، مع أن البروتين الزيادة ده بيتحول لدهون برضو في الجسم. يعني ناس بتبقى فاكرة أنه خلاص عمال باكل الصبح بيض وجبنة ومش عارفة بكميات قد كده، وفي الغداء باكل لي نص فرخة، وفي العشاء باكل مش عارف ايه. قدرة فول. بالظبط. قدرة فول على العشاء. كميات البروتين الزيادة الجسم بياخد اللي هو محتاجه، والزيادة دي كلها بتتحول دهون. فهو ثقافة الأكل بشكل عام عندنا في مصر محتاجة إن هي تتصحح شوية. مش فكرة إن أنا بعمل دايت أو إن أنا عايزة أزيد في الوزن، لا هي فكرة إن أنا هو أنا المفروض آكل إيه، والأكل اللي بيخش ده بيعمل إيه جوه جسمي، والأكل هو الصحي بالمناسبة ده يفيدني في إيه. السؤال ده حلو. هو الواحد المفروض ياكل ايه؟ الواحد المفروض ياكل، احنا عندنا حاجه اسمها ماكرو نيوترينتس اللي هي العناصر اللي الجسم بيحتاجها بكميه عاليه شويه، اللي هي بروتينات والكربوهيدرات اللي هي النشويات والسكريات والدهون جنب الخضار والفاكهه اللي انا باخد منهم الفيتامينز والمينرالز اللي انا عايزها. في حاجه اسمها سيرفينج او حصص انا ببقى محتاجها من كل الكميات دي. بالنسبه للبروتينز انا ببقى محتاج في كل الوجبات بتاعتي بروتينز. بالنسبه للكربوهيدرات انا ببقى محتاج مثلا مرتين بس كربوهيدرات، او لو انا بخس ببقى محتاج مره واحده. ده للشخص العادي مش الشخص الرياضي مثلا؟ لا الشخص الرياضي ليه حسبه ثانيه، لان هو قبل التمرين ليه وجبه، بعد التمرين ليه وجبه، كميات البروتينز والكربوهيدرات بتاعته بتختلف. الدهون الصحيه ممكن تبقى ليها حصتين مثلا من الاكل بتاعي. الخضار والفاكهه، الخضار باخد 3 حصص ما يعادل 3 اطباق، والفاكهه باخد حصتين، عشان في ناس برضو فاهمه انه ما فيش فاكهه في الدايت او ما ينفعش اكل فاكهه، او في فواكه معينه ممنوعه عشان دي بتتخن. ما فيش اكل بيتخن واكل بيخس. هو مش فعلا المفروض ان في فواكه معينه بتتخن؟ يعني المانجا مثلا معروف ان هي من الحاجات. المانجا دي جميله، المانجا دي السكر بتاعها اصلا قليل جدا، الصوديوم اللي هم عمالين يقولوا فيها املاح كتير دي الصوديوم فيها قليل جدا. يعني المانجا ما بتتخنش؟ لا مفيش اكل بيتخن واكل بيخسس. في انا باكل قد ايه من الاكل ده؟ قفصين. ما هو ده الكلام، ما لازم اتخن. انا لو باكل منجايه يعني اللي هي 200 جرام دي ده ممكن الاقي فيها زي واحد ياكل تكعيب عنب كامل يبقى طبيعي ان وزنه هيزيد. عارف الكوميك اللي هو بتاع الدكتور كتب لي علبه زبادي وثمره فاكهه وماسك البطيخه؟ هو دي هي دي الثقافه بتاعتنا، ثمره فاكهه. فهو بياكل قد كده بالظبط كده. هو احنا عندنا ثقافه كميات الاكل بفرط ده مش عارفه، تقريبا الموضوع ده من زمان، يعني من ايام العزايم والناس بتحط كميه اكل كبيره. ده من مقاييس الكرم يعني. ما هو الكرم ده بيجي على صحتنا احنا في الاخر. طبعا بالظبط. طيب في توجيه معين برضو تحبي تقولي للناس لما يجوا يتعاملوا مع سواء الب مالتي فيت او بيتزا فيما يتعلق بالجرعات، محاذير الاستخدام؟ لا هو ما فيش اي محاذير استخدام خالص، لان المالتي فيتامين ده مكمل غذائي، الا لو انا عندي
زياده قوي في فيتامين معين من اللي موجود فيهم، سواء بي كومبلكس او فيتامين اي او فيتامين سي او حاجه من المينرالز اللي موجوده زي الحديد والكالسيوم والكوبر وكمان الزنك. لو انا عندي مشكله في زياده دول يبقى انا بخلي بالي من الجرعه ان هي ما تكونش كل يوم. بس الطبيعي ما حدش عنده المشكله دي، انه كل الناس عندها نقص في الفيتامينات فتلتزم بيه مره كل يوم. بيستع على حسب الهدف بتاعي، من مره لمرتين قبل الوجبه من نص ساعه او تلت ساعه، وما بيتعارضش مع اي حد خالص. زي الفل. انا عايز استاذنك بقى نظرا لاهميه الموضوع اللي بنتكلم فيه، ما تيجي تنورينا مره تانية ونكمل كلامنا في نفس الموضوع. طبعا ده شرف ليا. انت نورتينا وشرفتينا وبشكرك على وجودك معانا النهارده. نورتينا واكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان. ان شاء الله نلتقي على خير في يوم جديد وحلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي. الى اللقاء.